مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه عام 2021، اللي تعمل على رسم توجيه المملكة بمكافحة التغير المناخي وتسهيل التعاون بين جميع الفئات والمجتمع والقطاع العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، مكافحة التلوث وتدهور الأراضي، الحفاظ على الحياة البحرية. وكجزء من خطط المبادرة أيضاً أنها تكون 30% من المملكة، يعني 600,000 كيلومتر مربع مناطق محمية، وتتبذل جهود جبارة لحماية البيئات الساحلية. هذا كله يأتي في إطار رسم مستقبل أخضر وحماية للبيئة والمناخ في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أيضاً أعلن سموه وجود استثمارات بقيمة 700 مليار ريال لتحقيق أول حزمة من أهداف المبادرة، وهي زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة و50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط بنسبة 60%، مصادر متجددة لإنتاج 50% من الكهرباء السعودية بحلول عام 2030، تدوير 94% من القمامة اللي تذهب الآن إلى مكب النفايات، زيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، واستصلاح 8 ملايين هكتار من أراضي الغير صالحة للزراعة، القضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون باستخدام تكنولوجيا الهيدروكربون النظيف، الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، تحقيق أكثر من 278 مليون طن سنوياً في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بعد رفع مساهمة المملكة فيه من 130 مليون طن. ستنضم المملكة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030. توفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم من خلال المبادرة. إنشاء أكبر مجمع في العالم لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية. إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بقدرة 600 طن يومياً، ويبدأ العمل فيه عام 2026. وتماشياً مع طموحات السعودية برفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء ل 50% بحلول عام 2030، أعلنت المملكة عن 13 مشروع جديد قيد التطوير بمجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات، وتقدر الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي، وهي من المقرر أن تزيل 20 مليون طن تقريباً من المكافئ الثاني أكسيد الكربون سنوياً، ولتحقيق المساعي والطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر الهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، وحصلت كل من شركة أرامكو السعودية وسابك ومعادن على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا، مما يعزز البيئة التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة.